جنبي هون الشيف الرئيسي لمطعم ماما رو بأثينا فاسيليس سبوروس، هو شيف بيطبخ لجميع مطابخ العالم. راح نطبخ أنا وياه سوا لمهرجان الطبخ للاجئين. أنا بحب الطبخ كثير، تعلمت أطبخ من عمر صغير، بديت فتت على المطبخ وبديت أطبخ، كنت شوف جدتي وأمي بيطبخوا. هاي التجربة عم تعطيني خبرة لأشوف كيف بيصير الشغل داخل المطبخ بالمطعم، حبيتها كثير، رح ظل أذكرها طول حياتي عن طريق الطبخ. صار عندي أصدقاء، صار عندي معارف هون يونانيين وعرب كمان. بدي أقول لكل اللاجئات اللي وصلوا هون أنه ما يوصلوا ويقعدوا بالبيت ويأسوا من حياتهم ويقولوا أنه الحياة صعبة، لا، اطلعوا اتعلموا لغة، اندمجوا بالمجتمع. الطبخ شو بيعني لي؟ الطبخ يعني لي السعادة، أنا بكون سعيدة كثير لما أطبخ، وبحب لما أطبخ لعائلتي ولأولادي، ولما أطبخ للناس اللي بيذوقوا بحس إنه بعطيهم سعادة كمان. راح يذكروا دائما بالسعادة اللي حسوا فيها لما ضاقوا الأكل.